ايه الجمال والحلاوة اللي موجودة هنا دي؟ انا عرفت ليه ويجز معايا في المداخلة، قال لي انه بيستنى حفلة العالمين من السنة للسنة. حبيبي حبيب قلبي هيما، والله حبيب قلبي، ربنا يحبب فيه خلقه مساء الورد والرضا والفل والجمال عليك، واحلى شباب وبنات في الدنيا كلها، من احلى مكان في الدنيا، مش بس احلى مكان في مصر، احلى مكان في الدنيا كلها، مدينة العالمين الجديدة. برحب بيكو في حفل ختام مهرجان العالمين الجديدة 2024 في نسخته الثانية. احلى حاجة نختم بيها المهرجان حفلة ويجز، فاحنا عايزين تسقيفة كبيرة قوي لويجز. انا بتشرف ان انا المتحدث الرسمي باسم مهرجان العالمين في نسخته الثانية 2024 مع زميلتي العزيزة لمى جبريل. دي واحدة من احلى واجمل التجارب اللي انا عملتها في حياتي من ساعة لما اشتغلت، وهحكي لكم عنها دلوقتي، وهحكي لكم ايه اللي حصل ومين الناس اللي ورا مهرجان العالمين الجديدة. بس قبليها انا عايز اشكركم جدا 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 جدا، لان بسببكم المهرجان ده نجح نجاح غير مسبوق وكسر الدنيا. وعايز اشكركم مرة تانية، مش بس عشان مليتوا الحفلات وكل الفعاليات اللي كانت موجودة في المهرجان السنة دي، ولكن عشان كل مليم وقرش وجنيه انتوا دفعتوه 60% منه، و60% من عوائد المهرجان ده رايحين للعالم ده. لاجل الله بقى عايز تحية كبيرة تكسر الدنيا لأهلنا وإخواتنا في فلسطين. الحقيقة لما كلموني عشان اجي واكون متحدث رسمي باسم المهرجان، هقول لكم على حاجه في منتهى الكوميديا. انا اصلا راجل مش بتاع ساحل، يعني دي اول مره اجي الساحل من 6 سنين، واول مره اجي العالمين، فكنت مقلق. طب انا هاجي اتكلم على حاجه ازاي وانا ما شفتهاش قبل كده؟ وانتم عارفين انا بحب اكلمكم دايما من قلبي وباللي جوايا. واخر مره جيت شفت العالمين دي كانت صحراء، كنت اسمع ان هي اكبر حقل ألغام موجود في العالم كله. من ساعة لما جيت هنا وأنا كل يوم عن التاني، كل دقيقة عن التانية، كل ساعة عن التانية بشوف حاجة تفرح. بس هتكلم معاكم على حاجتين أعتقد أن أنتوا قبل مني هتفرحوا عشانهم، لأن هم يخصونا احنا كشباب، والشباب تقريبا بنتكلم في نص الشعب المصري. الحاجة الأولانية كم السياحة الغير طبيعية اللي أنا شفتها في العالمين. أنا شفت جنسيات هنا من أوروبا ومن أمريكا ومن الفار إيست، عمري ما كنت بشوفهم في الساحل الشمالي من ساعة لما وعيت على الساحل الشمالي. شفت 104 جنسية، ودي على فكرة إحصائية رسمية من وزارة السياحة، دخلوا العالمين خلال الفترة اللي فاتت. شفت شباب إخواتنا كتير شغالين، اللي شغال في التكاسي والمواصلات، واللي شغال في الفنادق، واللي شغال في مطاعم. فشفت بيوت مفتوحة، وشفت بيبان رزق مفتوحة لشباب كتير من اخواتنا اللي جاي من مرسى مطروح ومن البحيره ومن اسكندريه. وتحيه لاسكندريه، احنا بنلعب على ارضهم النهارده. تحيه كبيره للورديان، معقل ويجز هنا. الحاجه الثانيه بقى الخطيره الحلوه واللي هكلم معاكم فيها من قلبي وبصراحه، لما كنا بنشوف الابراج بتاعه العالمين الجديده كان دايما بيجي لنا فكره ان الحته دي شغل فاخر من الاخر، بتاع ناس مش شبهنا، بتاع ناس عندهم فلوس وعندهم إمكانيات معينة، مش بتوع كل جموع الشعب المصري. لما جيت هنا لقيت إنه لأ خالص، كل طوائف الشعب المصري وفئات الشعب المصري موجودين هنا. هوريكم شوية صور، الصور دي لإخواتنا وأهلنا اللي فوق دماغنا، اللي كانوا بيبسطوا في الشاطئ العام. في هنا شاطئين بالمجان موجودين في العالمين الجديدة، بتخشهم من غير أي فلوس، بتدفع بس رسوم رمزية لكرسي ولا شمسية. أنا عايز أسمع تسقيفة كبيرة للعمل القصة دي يا جماعة، لأنه جبر بخاطر ناس كتير قوي. على فكرة الصور اللي انتوا شايفينها دي
فيهم واحد أب كده جميل وجد زي العسل بيقول للبنت صوريني عشان ولادي يشوفوا الشورى الصورة. تخيل بقى الفرحة وجبر الخاطر بتاع الراجل ده عامل ازاي. شفت ناس كتيرة اهو الراجل الجميل الحلو ده اللي بنبعت له 100,000 بوسة وتحية ربنا يبارك في عمره. شفت ناس كتيرة ما كانش الساحل في مخيلتها ولا في الأجندة بتاعتها ولا كان يقدر على الميزانية بتاعت الساحل. وشفت شباب كتير كانت سفرية الساحل بالنسبة له سفرية صعبة وتقيلة ومرهقة وماديا بتكلفه كتير. شفته بيتبسط على الممشى وبيتبسط في البحر وفي الشواطئ اللي موجودة وفي حاجات تانية كتير قوي موجودة هنا فيها جبر خاطر بتقولك إن العالمين بتاعت الناس كلها فيها الحاجات ومئات الألاف الاستثمارية بتاعت إخواتنا وأهلنا اللي مقتدرين اللي بيجوا من بره ولا من جوه. وكمان فيها المصايف بتاعت أهلنا اللي موجودة من زمان. لو معاك هتبسط معاكش هتبسط. فمئة ألف مليون تحية للي فكر وخطط ونفذ العالمين الجديدة واسمع له سقفة كبيرة قوي 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 منكم.